اليوم وفي ظل التطورات المشهودة، أعطى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إشارة البدء في أعمال الصب الخرسانية الأولى للوحدة الأولى بمحطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك خلال الحفل المنعقد خصيصا للاحتفال بتلك المناسبة التاريخية. قام الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المالك والمشغل المستقبلي للمشروع خلال الفعالية، قام بمنح الدروع شرفية تكريمية بمناسبة البدء في أعمال الصب الخرساني للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيضا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وهي المحافظة التي يجرى إنشاء المشروع بها. معنا على الهاتف دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، من تحياتي. ألف مبروك لحضرتك. اتفضل. مبروك لحضرتك ولمصر كلها يا فندم. ألف مبروك لحضرتك ولمصر كلها. حضرتك يعني أطلعنا يا فندم على ردود الفعل فيما يتعلق بهذا الأمر وما قمتم به في هذا الإطار. طبعا مش قادر أوصف لحضرتك مدى الفرحة والسعادة والفخر باللي بيتم على ارض مصر، وده انجاز جديد بيتم على ارض مصر في تحقيق حلم من الستينات طال انتظاره، و نخش مرحله اللي يكون من الدول مش بس اللي بيتم تخطيط لانشاء محطه حطه نوويه، لا ده دخلنا في مصاف الدول اللي بيتم بالفعل فيها تنفيذ المشروع النووي، بالاضافه الى بدايه دخول مصدر جديد للطاقه في مصادر الطاقه الكهربيه في مصر لاول مره ضمن المخطط اللي موجود، ودوت بيعكس اول حاجه مدى جديه مصر في تحقيق الاستراتيجيات والخطط المستقبليه. نعم. اللي بيضعها سياده الرئيس والاراده وتضافر الجهود كلها. عايز اقول لحضرتك ان لما تشوفي الفرحه قد ايه في وجوه او في كل الجهات، سواء صحيح الجهات المصريه او الروسيه او الجهات الرقابيه المختلفه، هيئه الرقابه النوويه والاشعاعيه، كل الجهات المعنية كلها حاسة بالفخر، وإن فعلا إن مصر جادة جدا في تنفيذ مشروعاتها، بالرغم من إن في الفترة السابقة كان في بعض الأقاويل بتردد إن المشروع بيتم تأجيله. أنا كنت لسه هكلم حضرتك في هذا الأمر، عايزين نركز تحديدا على هذه النقطة. ربما برز بعض المشككين الذين يحاولون أو كانوا يحاولون التشكيك في جدوى هذا المشروع التاريخي الحقيقي، أعتقد النهاردة هو أبلغ رد على هؤلاء. أنا عايز أقول لحضرتك المجهود اللي تم في الفترة السابقة مجهود ضخم جدا جدا، سواء من هيئة المحطات النووية، سواء من هيئة النقابة النووية الإشعاعية، من الجانب الروسي، من الجانب المصري، من المتابعة الدؤوبة من سيادة الرئيس لهذا الملف المهم جدا جدا، والدافع لتنفيذه والخطوات بالرغم من التحديات اللي مرت بيها. نعم. الخطوات التنفيذيه من كورونا، من يعني التحديات اللي بتمر بها العالم كله، الا ان الحمد لله الاراده السياسيه اللي موجوده لتنفيذ المخطط الموجود مش بس في النووي، ده في كل المجالات، ولكن صحيح ده بيؤكد ان الحمد لله مصر لما بتضع رؤيه واضحه وبتحققها. وعايز اقول لحضرتك برضو ده بيعكس اهتمام مصر برضو بالطاقه النظيفه، المحطات النوويه تعتبر على مستوى العالم من الطاقه النظيفه. طيب يا فندم، فيما يتعلق بالطاقه النظيفه، احنا طبعا في يعني ان شاء الله بنستعد لاستقبال مؤتمر المناخ في شهر 11 او نوفمبر 2022، في هذا الاطار واتجاه الدوله لاستخدام الطاقه الجديده والمتجدده، كيف ترى اهميه هذا المشروع؟ وايضا عايزين نتحدث عن المخطط الزمني لاستكمال هذا المشروع. هو طبعا تنظيم مصر لمؤتمر قمه تغير المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر القادم
بيعكس اشاده العالم ان يجي الخطوات اللي بتاخدها مصر في الطاقه النظيفه بصفه عامه والمخصص للطاقه المتجدده نعم كنسبه 42% حتى 2035 صحيح. وكمان في نفس الوقت الطاقه النظيفه ومن ضمنها المحطه النوويه التنفيذ بتاع المحطه يمكن بعد الحصول على اذن انشاء لاول مفاعل بياخد تقريبا حوالي 6 سنين تقريبا للتنفيذ او ان هو يعني يبدا التشغيل التجاري بتاعه وبتتوالى بقى يعني حاليا بيتم دراسه او بيتم مراجعه المستندات الخاصه بالحصول على اذن انشاء المفاعل الثاني فبالتالي المواضيع بتبقى تباعا الخطوات التنفيذيه يمكن المتوقع ان شاء الله استكمال الدخول لاربع وحدات نعم طبعا المحطه اربع وحدات في 1200 ميجا كل مفاعل يعني تقريبا 4800 ميجا وصل لاجمالي المحطه ان شاء الله على 2030 ان شاء الله تكون المحطه تكون امر واقع وانتاج حقيقي في مزيد الطاقه المصري. طب كيف ترى مصر يا فندم في الفترة القادمة ربما تكون هي بيئة جاذبة للاستثمار فيما يتعلق في بمجال الطاقة تحديدا خاصة بعد ربما أزمة الطاقة المنتشرة عالميا إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية؟ هو طبعا دي نقطة مهمة جدا يعني زي ما حضرتك أشرتي بالرغم من التحديات اللي بتواجه العالم كله في موضوع الطاقة والطاقة الكهربية بصفة خاصة الحمد لله الطفره الكبيره والاهتمام السيد الرئيس في هذا الملف واعتباره ان هو امن قومي بالفعل ده اللي بنشوفه الترجمه الحقيقيه دلوقتي الاستقرار في التغذيه الكهربيه الاحتياط اللي موجود الخطوات الجاده اللي بتتم في مجال الطاقه صحيح. المتجدده والطاقه النظيفه وفي نفس الوقت زي ما حضرتك اشرتي مصر اصبحت من يعني جهه جاذبه مهمه جدا جدا سواء في الاستثمار في مجال الطاقه الشمسيه او الطاقه من الرياح او الهيدروجين الاخضر وده مستقبل ده مصدر الطاقه المستقبلي كمان في نفس الوقت الرؤيه الطموحه المستقبليه في ان تكون مصر يكون فيها ممر اخضر للطاقه النظيفه بالإضافة إلى خطوط الربط الكهربي اللي موجودة واللي بيتم تنفيذها وكمان الخط الربط المشروع للربط مع أوروبا نعم. من خلال اليونان والخطوات قد إيه قد كده الاهتمام في تنفيذ هذا المشروع ده أول حاجة بيعكس إن نظرة العالم كلها بقت تتجه إلى مصر إن هي دي محطة انظار العالم للطاقه النظيفه وفي نفس الوقت ان ارض خصبه جدا وجاذبه للاستثمار في كل المجالات وخاصه في مجال الطاقه المتجدده. الحقيقه نتمنى دائما لمصر المزيد من التقدم والازدهار خاصه في المرحله القادمه وفي ظل رؤيه مصر 2030 وفي ظل رؤيه مصر للتنميه المستدامه. شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء اشكرك جزيل الشكر.